علشان نعمل فرص عمل منتجة لازم نربطها برضو بالزراعة أو الصناعة، لكن علشان تحقق الغرض منها لازم نربطها بالإنتاج، وخاصة الإنتاج الزراعي. إذن معناها أن الوحدة اللي هتنشأ وهتكلف الناس أتعامل معهم كمستثمر كامل، يعني أتعامل مع المواطن أو مجموعة من المواطنين على أنهم مستثمر واحد. لما بيجي مستثمر يجي يقول أنا هستثمر حاجة معينة، الدولة بترصف له الطريق وتوصل له كهرباء وتعمل له تسهيلات وتخدمه وإعفاءات ضريبية وحاجات زي كده. المحصلة التسهيلات اللي بياخدها المستثمر بتكلف الدولة كتير، مش قد العائد اللي هو بيجي يعمل منه نشاطه. لو أنا تعاملت مع الشباب خاصة ومع المواطن كوحدة واحدة كمستثمر واحد ككل، حلاقي انه بيستخدم مليارات دون قروض من البنوك، وبيحقق فيها هو تحقيق المدن الجديدة والغرض من الاسكان الاجتماعي. اذا لازم اتلافى الحاجات والصعوبات اللي بيقابلها المواطن واللي اتناقشنا في بعض امثلة منها في التنفيذ، علشان اشجع المواطن او الشاب من دون ان هو يستغل هذا الموضوع، وخاصة ان انشاء اقل وحدة بالنسبة لتمن الارض والمنشأ نفسه بالنسبة للمباني متوسطه من 500,000 المليون جنيه. اذا لما يكون كذا الف مصروف من غير ما ياخد قروض من البنوك، المواطن بيصرف من جيبه بدون استخدام قروض 500,000 أو مليون جنيه، نضرب في كذا ألف جنيه، إذن استثمار لمليارات، مستحيل مستثمر حيجي مصر يستخدم هذه المبالغ. تمام. باشمهندس محمد، هل حضراتكم على جدول أعمالكم في هيئة المجتمعات العمرانية خطة معينة فيما يخص العمل في إنشاء وحدات سواء لمحدود الدخل أو متوسط الدخل بإنشاء وحدات سكنية لهم في العاصمة الإدارية الجديدة؟ هل اتضحت الصورة عندكم دلوقتي؟ العاصمة الإدارية تعتبر طبعا تعتبر هتبقى داخله تحت عباءه المدن هيئه المجتمعات العمرانيه. تمام. والهيئه في خطتها الاستثماريه في 15 16 عمل رصدت مبلغ 5 مليار للعاصمه الاداريه. بالفعل 5 مليار دي موزعه على ايه يا فندم؟ كلها مثلا وحدات تحتيه للبنيه التحتيه. للبنيه التحتيه. ابتدى فعلا يتعمل طريق بطول حوالي 6 كيلو ما بين القاهره الجديده على طول مباشره يخش العاصمه الاداريه. المرحله الاولى في العاصمه الاداريه حوالي 17,000 متر 17,000 فدان. تمام. ان شاء الله كاسكان فيها اسكان لمحدود الدخل ومتوسط الدخل، لكن هنبتدي بمتوسط الدخل. ابتدى فعلا دلوقتي التخطيط شغال، وباذن الله عن قريب تبتدي الشركات في الانشاءات في الوحدات دي مع تقدم البنية الأساسية. يعني حضرتك بتقول هتبتدي الشركات دي من امتى؟ يعني هل في جدول زماني ابتدى حضرتك طرح هذه؟ بقول لحضرتك ابتدى فعلا البنية التحتية. تمام. مقرر ان شاء الله قبل 30/6 هيكون الشركات بادئة في الانشاءات، لان لازم المرافق الاول تخش قبل منها، لان طبعا كان في استثمارات خارجية ولكن يعني ما حصلش توفيق، ودلوقتي الدولة هي المتولية مع الهيئة الهندسية وإن شاء الله يعني. تمام. ليه بعض المراقبين يا فندم بينظر إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إن يعني أكبر من هيئة المجتمعات العمرانية إنها تكون قادرة على القيام بالدور الأكبر في عمليات الإنشاء المختلفة؟ هو أنا هقول لحضرتك على حاجة. إحنا سبقتنا من دول كتيرة في إنشاء العاصمة الإدارية، يعني مثلا البرازيل عملت الموضوع دوت، عندنا في نيجيريا، عندنا في جنوب افريقيا، تجارب كتيره. والتجارب دي يعني طبيعيه في كل الدول، ولكن هو كان المنظور في انها يعني انها تبتدي الاول يعني تاخد دفعه باستثمارات خارجيه مع الاستثمارات الداخليه بتاعت الدوله.
ولكن دايما الواضح لازم الاول البدايه تيجي من الدوله. فهو يعني هي وجهات نظر، لكن في الاخر انها ان خلاص احنا ابتدينا وان شاء الله يعني هتيجي تباعا باذن الله. تمام. الاستثمارات الخارجية. احنا في الفتره السابقه تحدثنا عن الوحدات اللي هي الاسكان الاجتماعي اللي بتستهدف محدودي الدخل. في مشروع ايضا بدات فيه وزاره الاسكان في الفتره الاخيره او العام الماضي، وهو بتستهدف من خلاله متوسط الدخل وإنشاء وحدات سكنية لمتوسط الدخل. عايزين نعرف من حضرتك، هل هناك من دور لهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص مشروع اللي بيستهدف متوسط الدخل اللي هو متعرف عليه بمشروع دار مصر؟ حضرتك مشروع دار مصر هيئة المجتمعات ابتدت فيه بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء 150 ألف وحدة. المرحلة الأولى المفروض كان 50 ألف وهتزيد ل 250 ألف وحدة. تمام. بعد ما الرئيس يعني طالب بزيادة الوحدات 100 ألف زيادة. المشروع المرحلة الأولى منه ابتدت في أغسطس 2014. تمام. في 8 مدن جديدة بعدد 32 ألف وحدة. رغم ان هو كان المخطط لها 35 ألف، بس في بعض الوحدات طرحت الأولى. مثلا في المرحلة الأولى طرحت على سبيل المثال في أكتوبر وفي بدر، ولكن الطلب عليهم كان أقل من اللي هو كان، وفي مدن معروف. تانية كان في عليها الطلب زي القاهرة الجديدة زي ما احنا ممكن قلنا في أول الحلقة. ان انت لما لو البعض عذرا للمقاطعة، البعض بياخدها على وزارة الإسكان، المفروض تبقى عاملة دراسة يعني العدد أو الطلب هيكون فين أو على أي منطقة أكتر، ومن ثم تطرح أو تحدد الوحدات. أنا هقول لحضرتك يعني أنت لما تيجي تشوف مثلا، حضرتك بتقول على سبيل المثال مدينة 6 أكتوبر. مدينة 6 أكتوبر من المدن اللي عليها طلب كبير جدا. صحيح. وفيها بالذات في الاسكان الاجتماعي وفي اي نوع من الاسكان. كويس. ولكن هو اللي بيحصل ايه، التوقيت نفسه، التوقيت بيبقى مطروح معاه مثلا اراضي اسكان اجتماعي، معاه وحدات اسكان اجتماعي، فبيبقى في الطلب انت في انت السوق فيك حاجات كتير. التوقيت بس يا فندم ولا ارتفاع سعر المتر؟ يعني مثلا كان سعر المتر في المرحله الاولى في دار مصر في اكتوبر 3400. انا هقول لحضرتك على حاجه، الوحدات دلوقتي تم الانشاء معظمها في المرحله الاولى، وابتدى التشطيب، ويمكن الاخوه الساده المواطنين يعني بيشوفوا مستوى التشطيب ومستوى الشغل اللي هيبقى موجود فيها، يعني مع مقارنه باي اعمال اخرى سواء قطاع خاص او قطاع اعمال او احنا يعني حاجه تعتبر اسعارها مش هنقول رخيصه، هنقول معقوله جدا، معقوله جدا جدا. وابتدى الناس حتى يعني انت حضرتك احنا دخلنا في المرحله الثانيه، في المرحله الثانيه وابتدينا، والمرحله الثالثه ان شاء الله نازله هتكون 55000 المرحله الثالثه 56000 بالظبط. والمرحله الثالثه 55. المرحله الثانيه كانت خدت 12 مدينه، المرحله الثالثه هتخش بتسع مدن فيها اختلاف لسه جديده، في حوالي ست مدن جداد، بحيث ان احنا بنوزع المجهود والطلب في واحنا على فكره ما بننزلش برضه وحدات الا ما بنلاقي فيه طلبات مطلوبه. ولكن يعني القاهره الجديده على سبيل المثال من اكتر المناطق اللي عليها طلب في الاسكان متوسط الدخل. عايزين نعرف يا فندم بالنسبه لمشروع متوسط الدخل، هل الوحدات السكنيه دي من النوع المتميز ولا العادي او الفاخر؟ انا عايز اقول لك على حاجه، التشطيب فيها حاجه ممتازه جدا وحاجه فخر. الشقق بتبقى في حدود من 100 متر ل 150 متر. تمام. يمكن بتتركز في ال 130 وال 140 وكده اهوت. تمام. تشطيب اعلى تشطيب، في مصاعد، هيتعمل اسوار، يعني احنا شبه كومباوند كده. طيب سؤال اخير لحضرتك باشمهندس، عايزين نعرف بما ان الهيئه ايضا متداخله في موضوع دار مصر، انهاء المرافق وتوصيل المرافق دوت هيتم ايضا امتى، وهل بداتم في ولا لسه؟ هو ابتدت فعلا الهيئه في كل المناطق، ابتدت في مباني الخدمات، لان المقصود بمباني الخدمات ايه يا فندم؟ مباني الخدمات يعني مركز تجاري، مركز صحي، حضانات،
في كل المدن والمناطق ولا في بعض الاماكن؟ ابتدينا بحاجتين مهمين، دور اللي هو المراكز التجاريه عشان دي حاجه اساسيه، ودور العباده. بالنسبه الميه دي اسمها المرافق، دي المرافق دي شغالين فيها دلوقتي، شغالين ما كناش نقدر نشتغل مع العمارات. يعني هي في المرافق الرئيسيه كانت موجوده اللي هي اللي هي محيطه بالموقع، اما الداخليه فلازم العمارات تخلص. فابتدينا دلوقتي اتطرحت وهيبتدي الشغل فيها مع العمارات كده بارلل، بحيث ان احنا ننهي المشروع مع بعضه. في مباني الخدمات، في اراضي فعلا مع قضيه وزاره الاستثمار على اساس تديها للمستثمرين، اللي هي زي مدارس خاصه برضو، احنا هنعمل مدارس وبرضو مولات ومراكز طبيه. يعني في تعاون بيننا وبين وزاره الاستثمار ومستثمرين برضو في تمام. طيب باشمهندس سمير، كخبير استشاري هندسي، حضرتك شايف العمل في المشروع اللي بيستهدف متوسط الدخل زي دار مصر اللي بدأت فيه الدولة، خصوصا بعد ما توقفت أكثر من 10 سنوات عن إنشاء وحدات سكنية بتستهدف شريحة متوسط الدخل في مصر، حضرتك بتقيمه إجمالا إزاي، وأهم ملاحظات حضرتك على هذا المشروع؟ المشروع ده بالنسبة لتحقيق كم من توفير المباني السكنية بيحقق الغرض من أنه هو يوفر، لكن بالنسبة للتكلفة فالتكلفة اللي بتنتج منه بيضاربها القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص بيعرض أسعار أقل منها وبيعمل أقل من وزير الإسكان قال إنها أقل من القطاع الخاص حوالي 25%. لا مش أقل، لأن إحنا لمسين خاصة في مدينة 6 أكتوبر المستثمرين اللي بيعملوا مباني سكنية بيعرضوا أسعار أقل وبدأوا يعملوا تسهيلات في الدفع، إذن بيضربوا الحكومة في المجهود اللي هي بتعمله بالنسبة لدار مصر، إذن بيقلل الأسعار علشان يضارب، وبيعمل نوعيات تشطيب برضو بأقل من الأسعار دي، وخاصة إن هو برضو بيبدأ إن هو يتعامل مع التجار بشكل مختلف، خاصة إن ما عليهوش مصاريف إدارية. يعني لما نيجي نحسب سعر المتر سواء بالنسبة للخرسانات أو بالنسبة للتشطيب، دار مصر لما بتيجي تنفذ حاجة بتحط عليها تأمينات وضرائب ومصاريف إدارية بكم معين. المستثمر العادي أو القطاع الخاص بيشيل الشريحة دي كلها من التكلفة بتاعته، فبيدينا سعر أقل، وبيعمل برضو تسهيل في الدفع، فبيبدأ المواطن يتجه لهم ويسيب اللي الحكومة بتعمله. وخاصة إن إحنا محتاجين لربط بين الدراسات اللي تنشأ فيها مشاريع زي كده بين وزارة الإسكان وبين نقابة المهندسين. تمام، تعقيب أخير من باشمهندس محمد. حضرتك إحنا الدولة بتتدخل في أوقات معينة لضبط السوق العقاري. تمام كويس. فساعة ما دخل الإسكان لدار مصر كان ابتدى دور القطاع الخاص بياخد دور انه التكاسل في تغطيه الكلام ده، وابتدي يعرض حاجات مثلا يقول لك نص تشطيب وما بيسلمش وبيحصل مشاكل كتيره، فاتجهت الدوله انها تخش في بالمشروع ده كامل التشطيب كامل الفاسيليتي بكل انواعها، بحيث انها يعني بتساعد على تغذية السوق العقاري، وفي الوقت نفسه بتنبه القطاع الخاص انا سايبالك مش عايز اخش في البتاع دوت، انا شغاله مع محدود الدخل ولكن انت هتغفل الناس دي، فابتدت تخش. ويمكن سمير بيه يمكن بيوضح حته برضو ان هم ابتدوا فعلا يحصل نوع من اللي هو ايه الاستنفار ليهم، بس على اساس بيستغنوا عن جزء كبير من ربحهم، عن بيقللوا مصاريفهم الاداريه بحيث انه يقلل السعر عن الدوله. تمام، في النهايه نتوجه بالشكر في هذه الفقره الاقتصاديه الاسبوعيه مشاهدينا الكرام لضيوفنا في هذا الاسبوع. كان معانا المهندس محمد سيف النصر، رئيس الاداره المركزيه للانشاءات بهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، شكرا لحضرتك باشمهندس. وايضا كان معانا المهندس سمير عمر، خبير استشاري هندسي، كان معنا ضيفا كريما ايضا في حلقه هذا الاسبوع، شكرا لحضرتك باشمهندس. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الاقتصادية الأسبوعية. في الأسبوع المقبل إن شاء الله موضوع جديد، حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الفقرة وإلى اللقاء.